من أقل من شهرين اتجوز المطرب الشعبي حسن شاكوش حبيبته ريم في فرح قلب الدنيا، خاصة بعد ما العروسة سجدت القاعة تشكر ربنا أنها اتجوزت حبيبها حسن، وقد إيه هو نعمة كبيرة وهدية ربنا ليها. كلنا شفنا اللقطة دي تحديداً وسببت لها نقد وهجوم كبير. بعد 55 يوم بس من سجدة الشكر دي اتقلبت حياة ريم طارق وحسن شاكوش، وعرفنا النهاردة إن القصة الجميلة دي انتهت وانفردتها من البيت، والموضوع كبر لدرجة إنه بقى في بلاغ رسمي وتحقيق. إيه اللي حصل بقى بعد قصة الحب وسجدة الشكر؟ إيه اللي عمله حسن شاكوش يخلي مراته ريم تقدم فيه بلاغ وتستنجد بالسوشيال ميديا؟ تعالوا نعرف مع بعض كل التفاصيل. خلال الأيام اللي فاتت حصل خلاف كبير بين حسن شاكوش ومراته ريم، وقام طردها من البيت وسرق شبكتها، وكمان وصل أمانة بتاع مؤخر الصداق كان بينهم. وقتها ريم سكتت على أساس إنها خناقة وارد تحصل بين أي زوجين، وإن المشكلة ممكن تتحل ويتصالحوا، لكنها اتفاجئت بالعكس وظهر لها الوش الحقيقي لحسن شاكوش. زي ما تقول كده في لعنة حلت عليهم، وبسرعة جداً اتوترت علاقتهم اللي كانت ترند لفترة طويلة، واضطرت ريم إنها تقدم بلاغ ضد حسن شاكوش، وده حصل بالفعل النهاردة. ريم راحت قسم شرطة أكتوبر وعملت محضر في حسن، اتهمته فيه إن هو طردها من البيت من كام يوم، وإنه سرق فلوسها وشبكتها ووصل مؤخر الصداق بتاعها، وكمان عفش البيت، وإنه هددها بالطلاق وطردها من شقتهم في الكومباوند اللي عايشين فيه بأكتوبر. لما سألوها ليه سكت كل ده وبلغت دلوقتي، قالت ريم طارق في المحضر إنه كان عندها أمل في الصلح وإنها تلم الشمل مع حسن، لكن ما حصلش وما لقيتش قدامها حل غير إنها تعمله محضر. دي التفاصيل اللي حصلت النهاردة في قصة حسن شاكوش ومراته، وطبعاً السوشيال ميديا كلها دلوقتي مالهاش سيرة إلا سجدة الشكر، ومسكوا البنت ترياقة وسخرية ودروس من نوعية آدي أخرة اللي عملتيه في الفرح، وهو طلع مش راجل وبهدلك، وياريت نتعلم من دروس غيرنا. من فترة قليلة كان حسن شاكوش وريم ضيوف برنامج شيخ الحارة، وكانوا هيتطلقوا على الهوى بسبب شوية أسرار كشفتها المذيعة عن حسن شاكوش واللي اتفاجئت بيهم ريم بعد شهر من جوازهم. شيخ الحارة قدر يشكك ريم في حسن وقال لها ان هو متجوز واحدة تانية هي ما تعرفش عنها حاجة وعنده فيلا في التجمع، وقصة كبيرة كده خلت حسن شاكوش يتنفذ على الهوى واتخانقت معاه مراته وكانت هتتطلق فيها. لكن حسن شاكوش حاول بسرعة يلم الموضوع ويهديها ويقول لها قد ايه هو بيحبها ومش متجوز اي ست تانية غيرها، وهي قالت انها مصدقاه وخلصت القصة وقتها. وبعد شهر حصلت خناقة النهاردة، وريم دلوقتي سابت بيتها اللي طردها منه وباظت علاقتهم وجوازهم. يا ترى حسن طلع متجوز فعلا وهي عرفت، ولا في اسرار تانية في حياة حسن شاكوش؟ وهي اللي عملته ريم طارق خلاه يعمل فيها كده؟ خلونا نشوف الساعات اللي جاية هيحصل فيها ايه.